السلام عليكم. مجموعة الوتان الدولية، مادة Fundamental of Nursing، محاضرة رقم 4. اليوم محاضرتنا محاضرة رقم 4 في المادة أسس تمريض. راح نبلش بالمحاضرة مباشرة حتى ما نضيع وقت أكثر. بتمنى كل طالب بس ننتهي من المحاضرة مباشرة يبعث لي اسمه والكنية. طبعا الطلاب اللي بيحضروا معي، ما مش اي طالب، اللي بيحضر معي يبعث لي اسمه واسم الكنية تبعته، وفي رسالة على الواتساب على الخاص حتى تبقى مقيدة عنده، لأنه كل حضور عليه علامات. اليوم بدنا نكمل محاضراتنا. بيهمني مع المرضى من أهم الشغلات أثناء شغلي مع المريض، المريض أنا بكون مسؤول عنه إذا كان عندي موجود هو بالمستشفى أو أجاني على العيادة. طالما المريض دخل عندي العيادة أو المستشفى أنا المسؤول عنه، لأنه المريض بيكون مثل الغريب، ما بعرفش، ما بيعرف. بعض المرضى في عندهم خجل، بعض المرضى ما بيعرف، بعض المرضى ما بيعرف كيف، بخاف إنه يكون بأي تصرف، أو بيلزموا منا دعم، بيلزموا منا نحكي له بشكل طيب، طبعا مش بشكل سيء، بشكل طيب كيف نتعامل مع المريض، هذا مهم كثير. من أهم الشغلات إنه اللي نحن مسؤولين عنها أثناء وجود المريض عندنا بالمستشفى هو الهياجين، هي النظافة، الهياجين النظافة. طبعا من أهم الشغلات ومن الأسس، من الأسس للشغل مع المرضى بجميع المستشفيات، أهم نقطة بنركز عليها هي النظافة والتعقيم. ليش؟ لأنه قديش بيكون قديش بنشتغل بشكل معقم أو بشكل نظيف، هون بنمنع إحنا إيش؟ تطور الإنفكشن، العدوات بين المرضى، بنمنع تطور الكومبليكيشن. فأول شغلة بهمني إنه أنتبه على المريض على السكن، الجلد، في عنده أي مشاكل بالجلد، في أي احمرار، أي حبوب، أي جروح. كذلك بهمني إنه نظافة الجلد، نظافة جسمه للمريض. الشيء الثاني الميوكاس ممبرين، الميوكاس ممبرين هون بهمني إنه لما أجي أعمل أسسمنت، تقييم للمريض، بهمني إنه أقيم مكان الميوكاس ممبرين. الميوكاس ممبرين هو إيش؟ النسيج الرقيق بنسميه، أو الرفيع، أو الرطب، رطب ورقيق. زي شو؟ مثلا جدار الفم عندنا ميوكس ممبرين، جدار الفم ميوكس ممبرين. عند النساء منطقة المهبل برضك ميوكس ممبرين. هاي المناطق بتكون رطبة، زائد انه ممكن يحصل فيها ايش؟ عدوى، خاصة عدوى ايش؟ الفنجا، هي الفطريات. فبهمني انه هنا اسأل المريض، أو إذا كان المريض مثلا شو اسمه، أقوم بفحصه أشوف تمه إذا كان مطلوب مني إنه أقيم المريض. لأنه كثير من المرضى بتلاقي عندهم في الميوكس ممبرين بتلاقي عندهم فطريات، وهذا بسبب ألم للمريض، هذا بسبب صعوبة عند المريض. فبدنا ننتبه للشغلات هاي، لأنه إذا في حالة وجود مثلا مشاكل في الميوكاس ممبرين، هون لازم نبلغ الدكتور عشان إيش؟ نبلش بالإجراءات للمريض أو التداوي للمريض. بهمنا الشعر، دائما دائما وين في شعر في ميكروب، وين في شعر خاصة في الجروح، هون فرصة حدوث ميكروب. طبعا الشعر بلزم إذا كان وجوده في الجسم، مثلا شعر الرأس، بلزم إيش؟ إنه نشجع المريض إنه دائما يحافظ على نظافته. الشيء الثاني، نقطة مهمة كثير، نقطة مهمة كثير، إنه وين راح نعمل أي بروسيجر أو أي عملية، المكان لازم يكون نظيف من الشعر. عشان شو؟ لأنه أي شعرة بتيجي في الجرح تساوي التهاب الجرح، وهيك المريض بعيش كومبليكيشن، بعيش مضاعفات سيئة إذا عملنا مكان العملية وفي عليه شعر. فلهيك بتلاقي الشخص مثلا اللي بنجرح براسه بحلقه حوالين الجرح الشعر
وبعدين بيعملوا له الغرز او السيوتش. لهيك بتلاقي اللي لما انه نشتغل بالعمليات بنحط ايش؟ الكب، هيد كب، يعني غطا الراس. ليش؟ عشان ما يوقعش اي شعره في جرح المريض، لانه الشعره بتساوي التهاب. مهم كثير، مهم كثير، مهم كثير، قبل ما نرسل المريض للعمليات نتأكد من مكان العملية إنه نضيف من الشعر، نتأكد إنه المريض حلق مكان العملية. طبعا نخبر المريض قبل ما يجينا إنه نخبر المريض مثلا إنه مثلا مريض بكرة عنده عملية في مكان معين في جسمه، شو ما كانت تكون العملية حتى تجميلية، لازم نخبره انه المكان، انه المريض لازم يكون منظف المكان، انه المريض منظف المكان من الشعر. كذلك انه هذا الموضوع راح ناخده في درس لقدام، هي تحضير المريض لما قبل العملية، كيف نحضر المريض قبل العملية. يبقى من اهم الشغلات انه ايش؟ انه المريض مكان العملية انه يكون عند المريض نظيف من الشعر. الشيء الثاني، أنا هون عشان ما أعيشش مشاكل بترك للمريض حرية الاختيار إنه كيف يزيل الشعر من هالمكان. هاي نقطة مهمة حتى ما أعيشش مشاكل، لأنه في بعض المرضى أو خاصة المريضات تقول لك أنت ليش مثلا، نحن في الطبيعة مثلا مريض مش قادر مثلا، أو أجانب مثلا مريض مش قادر متألم ما بيقدر مثلا يزيل الشعر اللي في مكان معين، مكان معين في جسمه، لأنه راح نبعته على العملية. في الطبيعي في اقسام الرجال نحن بنقيم الشعر بالشفرة مثلا، اتفقنا بنقيم الشعر بالشفرة وهيك بيكون يصير المكان نظيف وبنبعت المريض على العملية، أو بنطلب من أحد أفراد العيلة أو المرافقين إنه يشيل يزيل الشعر للمريض بالمكان. لكن مع النساء بيختلف، في بعض النساء بتقول لك أنا ما بحطش الشفرة على جسمي، فبدنا ننتبه لهذا الموضوع، بدنا نترك الخيار للمريضة وأهل المريضة هم كيف بدهم يزيلوا الشعر، أو إذا مش قادرين يعطونا كيف بأي صورة نشيل لهم الشعر مثلا للمريضة بنساعدها. اتفقنا حتى ما نعيشش مشاكل، لأنه بعض المريضات بتقول لك بعد العملية مين اللي زال الشعر بالشفرة، أنا ما بحطش الشفرة على جسمه وهيك بنعيش مشاكل، فبدنا ننتبه للنقط هاي الحساسة. بالنسبة للمريض كمان، بالنسبة للمرضى كذلك ننتبه للأظافر، للأصابع، هاي كمان ممكن نلاقي بين الأصابع كذلك، إنه تشجع المرضى خاصة كبار السن إنه نظافة بين الأصابع. كذلك مرضى السكري، أصابع الرجلين، أظافر الرجلين إنه يكونوا سليمات، ما فيهن التهابات، ما في نعمل كنترول في حالة وجود أي جرح أو أي التهاب، نعطي الخبر للدكتور. بهمنا كذلك الأسنان مع المرضى خاصة كبار السن، إذا كان عندهم أسنان بهمنا نظافتهم إنه نشجع المريض على تنظيفه، أو إذا كان المريض ما عنده أسنان هون بدنا ننتبه لشغلة إنه المريض بقدرش يمضغ الطعام، هون بدنا نخبر إنه يتحضر للمريض غدا عبارة عن إيش؟ مطحون كالعصير، طبعا مش العصير، إنه يعني مطحون على الملكس، إنه الغدا يكون مطحون طحن، حتى بالذات للمرضى كبار السن وما عندهم أسنان ما بقدروا يمضغوا الأكل، كذلك إنه محتاجين إنه نغذيهم. فبشو بدنا نساوي مع هيك مرضى؟ إنه نطلب من قسم التغذية، أخصائية التغذية، إنها تتعاون أو تخبر المطبخ اللي بيقوم بتحضير الغداء للمرضى انه يكون بتحضير للمريض هذا غداء معين مطحون سهل المضغ، سهل البلع. بالشكل هذا بنشتغل. هاي الشغلات بنلاقيها في المستشفيات الاهليه، انه المريض ما ببلع ما بهض، فبنغذيه عن طريق الانبوب اللي من المنخار لحد المعده، وراح ناخذه لقدام في الادرسه في الدروس القدام ونورجيكم كيف. بهمني حاجة تانية، إنه المريض يكون عنده كومفورت، راحة وريست أند سليب، كل هيات معناها يعني بدل الراحة، إنه يعني مش مس... يعني شو معنى الكومفورت، شو معنى الريست، شو معنى السليب. لما نيجي نقول معنى سليب
هون الواحد بيفقد الوعي، بدخل في مرحلة للراحة، ولا مش صح؟ بصير unconsciousness، بدخل في مرحلة اللاوعي. ليش؟ لا يريح بدن. كذلك الريست، طبعا راحة واستراحة ونوم. كذلك الريست، كذلك الكومفورت، الحالة اللي فيها الشخص بريح نفسه من الضيق. State which person is relief of distress. ليش بندرس هدول الشغلات؟ هدول الشغلات بهمني كثير كثير، خاصة للمرضى اللي بيكونوا عندي مقيمين بالمستشفى، خاصة للمرضى اللي بكرة عندهم عملية، خاصة للمرضى اللي خايفين من مجهول، خايف يموت، خايف من شيء معين، خايف من العملية، فبتلاقيه ما بنام، فبتلاقيه بيرتفع ضغطه، فبتلاقيه بتوتر. كل هاي الشغلات بتأثر على المريض بشكل سلبي، فبصير المريض إنه إذا نفسيته تعبت، إذا ما أخذ الراحة، ما أخذ الكمية الكافية من السليب، من النوم، هون المريض بتعب جسمه، هون المريض الميونيتي سيستم تبعه، جهاز المناعة بتعب، هون المريض بيعيش إيه؟ مشاكل، ممكن يعيش مشاكل كومبليكيشن في الجرح تبعه، إنه تأخر شفاء الجرح تبعه. اتفقنا؟ فبهمني أنا كممرض، أو وعليكم السلام، هلا نجح، مو مشكلة. بهمني هون إنه أنا كممرض أو كأي شخص أو من الأخصائي بشتغل مع المرضى، بهمني إنه إيش؟ إنه أخفف الاسترس على المريض، أحكي مع المريض بشكل إيش؟ حلو، بشكل طيب. هون المريض حيبلش إيش؟ يسألك، بده معلومات المريض، لأنه بكرة عمليته. شيء مهم كثير إنه خاصة بالمرضى اللي بيعملوا كذلك عمليات تجميل، إنه إذا أنا عرفت المريض على مريض ثاني قبله عمل العملية وكانت العملية ناجحة، وإنه كانت نتائج العملية إيجابية، فالمريض اللي لسه راح يعمل العملية بيخف عنده الاسترس. ليش؟ لأنه شاف مريض قبله عدى هالتجربة هاي. كتير كتير مهم. إذا مريض عندك مثلا عنده ستريس وخايف من أي عملية، عرفه على مريض تاني عاش التجربة وعدى العملية أو عدى المرض، وهو هالحين في مرحلة كتير منيحة. فإذا عرفت المرضى هدول على بعض، فبتلاقيهم على طول بلشوا بالحكي بالكلام، بتلاقي بلشت بينهم يعني حوار. هالحوار هذا بيعطي للمريض الأولاني نتيجة إيجابية، إنه بخفف عنه الاسترس، بخفف، بريح نفسيته. هاي من الطرق اللي بنتبعها نحن بالمستشفى. حاجة مهمة كثير بنركز بيها أثناء وجود المريض عندي بالمستشفى، بركز على السيف، على السيفتي، على الأمان، أمان المريض، على الكلين، على النظافة، وكذلك attractive environment contributes to comfort. بيهمني بيئة آمنة ونظيفة وجذابة لراحة المريض. بيئة آمنة إنه المريض إذا أجى عندي على المستشفى كنا أو على العيادة، أنا المسؤول عنه. بدي أنتبه ما يكونش أي شيء خطر بالمستشفى أو بالعيادة يأثر على المريض، يجرح المريض، يسبب حادث للمريض. أنا مسؤول عن المريض. بيهمني إنه المريض الضعيف اللي مش قادر يقوم، أو المريض اللي بحسه إنه ممكن يوقع أو دايخ، أنتبه لإله منيح.
انه بخاف عليه يوقع، اذا وقع المريض راح يصير ايش، ينجرح، ممكن ينجرح في راسه في ايده، بيعيش مشكلة تانية بجانب المشكلة اللي اجى يتعالج لها. فانا هون بدي انتبه لمريضه، احافظ عليه، مش يكون جاي المريض لمشكلة معينة اروح اسبب له مشكلة تانية ويصير المريض بمشكلتين. وهالشي هذا موجود، ومثال ذكرت لكم اياه، انه في طفل كان يعني مولود بالحضانات، انه اثناء فترة الصباح بيعملوا يعني دش للاطفال او للمواليد، فالممرضة انه قامت بتغسيل الطفل هذا بمية ساخنة وسببت له حروق. او ممكن انا انه اشتغل مع المريض، وكون قبل ما اشتغل مع المريض هذا اشتغلت مع مريض تاني، بين المريض والمريض التاني ما غسلتش ايديه، بين المريض والتاني ما غيرتش الجلافز، نقلت انفكشن من المريض رقم واحد للمريض اثنين، فالمريض رقم اثنين صار عنده انفكشن زي المريض رقم واحد. ايش في ممكن، وهذا بصير، انه الطفل بيجي على المستشفى بعد كم من يوم بصير عنده مثلا عدوى من المستشفى، خاصة المواليد الجداد، نازوكوميال انفكشن بسموها، عدوى المستشفى، انه الطفل بنولد على الدنيا ما عندوش اي عدوى، ما عندوش اي مشكلة، فقط بكون في المستشفى لانه في عنده اماتيور، عدم ايش، عدم نضج في بعض اجهزة جسمه، وانه تنفسه عشان يتراقب الراقب تنفسه. لكن الشغل الخاطئ من الممرضين والدكاترة والأخصائيين إنه بعدم الانتباه للنظافة وعدم الشغل بشكل معقم بنقلوا للطفل هذا أو للمريض هذا عدوى من المستشفى، فبدناش نحن نعمل كمان هيك. الشيء اللي بهمني، بشم بهمني أنا مسؤول عن القسم كممرض، إنه المهم إن القسم يكون نظيف. في حالة أي مكان مش نظيف، هون أخبر قسم النظافة إنه تعالوا في عنا تنظيف هون، ابعتوا لي اللي بنظف، لأنه أنا مسؤول عن القسم، أنا اللي بدير القسم كممرض. الشيء الثاني إنه جاذبية القسم، دائما القسم خليه فيه جاذبية، يعني على سبيل المثال إذا كنت أنا بشتغل في قسم الأطفال، هون لازم أعلق للأطفال أو أطلب من المستشفى، إدارة المستشفى تعمل رسومات على الحيطان للأطفال. إذا كنت أنا بشتغل في قسم تجميلي، ممكن أعمل صور تتعلق بإيش، الشغل التجميلي. إذا كنت أنا بشتغل في عيادة أسنان، هون ممكن أعمل حاجات تلفت انتباه المريض، إنه جاي هو عشان شو، عن مشكلة بأسنانه، هون بنشر عن إيش، حماية الأسنان، نظافة الأسنان، شو في تطور جديد لعلاج مثلا الأسنان أو مشاكل، بعض مشاكل الأسنان. مثال، أو إذا كنت في عيادة النساء ولادة، بتعلق بنصائح بتتعلق بتغذية النساء في مراحل الحمل، أو كيف إن المرأة تعمل فحص ذاتي لنفسها لتعرف حالها، بلكي مو بلش يظهر عندها كتلة في البريست. بهمني الشيء تاني إنه المستشفى هذا بإدارة المستشفيات طبعا تحت إشراف وزارة الصحة، إنه يكون المستشفى عصري، حتى في اليوم بيقولوا المستشفيات الخضراء، يعني إيش، إنه لازم المستشفى ينقام على مساحة معينة مزروعة حواليها بالورود، مزروعة بالأشجار، بالساحات الخضراء، هاي إيش تتعلق بالإدارة المستشفى ووزارة الصحة. ليش إحنا مهتمين بنوم المريض؟ بيهمني إنه المريض ينام، ياخد قسطه من الراحة، ياخد فترته من الراحة، لأنه إذا نام المريض وارتاح، هوني كل شيء بصير، يعني بتطمن عن المريض إنه كل شيء ماشي بشكل إيجابي. بيهمني نوم المريض لأنه بقل تعبه، بديوس فاتيج، المود تبع المريض بصير منيح، بستقر المزاج، بصير المريض يقدر ياخذ قرار لنفسه،
كله إذا سألناه بدك شو تختار بين العلاجات بختار، بيعرف لأنه مزاجه مرتاح، لأنه بيعرف ياخذ قرار. على العكس تماما عن المريض اللي ما نام ومعصب ما بيقدر ياخذ قرار. وهذا إيش؟ يعني بأثر بشكل سلبي علينا وعلى شغلنا مع المرضى إذا المريض مش قادر ياخذ قرار، أو المريض كان متضايق أو نفسيته متضايقة. فدائما دائما أنا أريح المريض، خلي المريض نفسيته ترتاح من أهم الشغلات. لما يرتاح المريض أو ينام المريض بتلاقي تحسن ضخ الدم للبرين، بتلاقي المريض جسمه والعمليات الفسيولوجية بتتحسن عنده، enhance various all the process in the body. كذلك انه بصير عنده المريض ايش؟ بتحسن جهاز المناعي، من اهم الشغلات انه improve immunity system رقم 5، improve immunity system بتحسن جهاز المناعة، بقوى جهاز المناعة، خاصة مع المرضى اللي بيكونوا مثلا مرضى ما عندهم كرونيك ديزيز، مرضى الكانسر او المرضى اللي عندهم بياخذوا كيمو ثيرابي علاج كيميائي. هدول المرضى بتلاقيهم بيعيشوا ستريس او بيعيشوا انه بسبب جهاز الكيماوي او علاج الكيماوي بضعف الاميونيتي سيستم عندهم. فنحن اذا شجعناهم، دعمنا نفسيتهم، شجعناهم على النوم، هون المريض بياخذ قسطه من الراحه، هون المريض انه جهازه المناعه بقوى. الحاجه الاخيره، الحاجه رقم 6 برضك، انه بتلاقي عنده الايموشن، بتلاقي نفسيته تحسنت، المريض مزاجه تحسن مثل ما قلنا. الحاجه السابعه، المريض امبروف كاباسيتي فور ليرنينج اند ميموري ستورج. بتلاقي المريض اذا نام منيح بتلاقي ثاني يوم اذا انا حكيت له اي شغله بتلاقيه عرف يعملها، يعني تحسن مزاجه، متحسن مزاجه منيح، فينه ايش ما كله يفهم علي يعمله يطبقه. على العكس تماما المريض المتوتر وخايف ومش نايم، لو قلت له شو ما قلت له بعد شوية بقول لك شو حكيت لي، مش عارف نسيت، متوتر، هي عنده متهيج مش قادر، مش عارف يقعد في ستريس لأنه مش نايم طول الليل. هون العكس تماما، effect of chronic sleep deprivation، يعني تأثير الحرمان من النوم. إذا واحد ما نام عكس الشغلات اللي ذكرناها، تلاقي عنده الراحة، الكومفورت، الامباير كوردينيشن، ما بيقدر ينسق، ما بيقدر ياخذ قرار، بتلاقي بضعف، لوس اوف ماسلز ماس اند وايت، بتلاقي الاميونيتي سيستم بضعف عنده، فبتلاقي عرضه للانفكشن، بتلاقي لو عنده جروح بتلاقي الجروح هاي تاخذ فتره طويله لتشفى. slower wound healing يعني ايش؟ بطيء الشفاء للجروح، بيكون بشكل بطيء وممكن يصير انفكشن كمان. بيقدرش المريض يتحمل البين، decrease pain tolerance، poor circulation، unstable mood، impaired judgment. المزاج متغير، رقم 9 ما بيقدر ياخذ قرار أو ضعيف في أخذ القرار. لو سألته شو رأيك هيك تعمل ولا هيك بيقدرش يحكي لك، أو ضعيف مشكك متوتر. في عنا عوامل بتأثر على السليب، فاكتور افكتنج سليب، في عنا عوامل بتأثر على السليب مثل العمر، الايج، طبعا كبار العمر بناموا ساعات قليلة، فبتلاقي انه الصغار الأطفال بتلاقوا ساعات النوم أطول. اللايت، بعض الأشخاص بدنا ننتبه، بتلاقي في منهم بيقول لك أنا ما بنامش إلا الضوء شغال أو الضوء مطفي، أو بتلاقي أي صوت حواليه بتلاقيه بصحى. في بعض المرضى، في بعض المرضى عادي، في بعض المرضى الانفايرومنت مثلا إذا تغير عليه المكان بقدرش ينام. مثلا أجا من بيته في المستشفى بقول لك بقدرش أنام لأنه تغير علي المكان. في بعض المرضى لا.
الموتيفيشن، في بعض المرضى بحبوا انه حسب طقوس معينة او تشجيع معين او مزاج معين او ايموشن تلاقيه بتأثر عليه وعلى نومه. ممكن بعض المرضى انه بتلاقيه بده مثلا مخدته، ما بيعرفش ينام الا بالمخدة تبعته او لوسادة بيقولوا عنها بالعربي. في عندنا بعض المرضى بتلاقي انه بعض الاغذية او البيفرج المشروبات مثل القهوة مثلا بتأثر على نومه، او بقول لك اذا اكلت مثلا، اذا شربت حليب بنام على طول، اذا شربت قهوة بنامش. بعض المرضى بتلاقي عندهم إلنس، امراض بتأثر عليهم. بعض المرضى بتلاقي عندهم آلام بتأثر على نومهم. بعض المرضى بتلاقي انه ما بيقدر ينام الا ياخذ الدواء تبعه، خاصة دواء الفاليوم. فكل هاي الشغلات بدنا ننتبه لها، انه المرضى هدول نسألهم اذا موجود عندنا بالقسم في عندك مشكلة بالنوم. بدنا نعرف اذا المريض عنده مشكلة بالنوم، هل بياخذ دواء، هل من شو بيشكل، بدي اقيمه ولا مش صح، بدي اعرف. هنا النيرسينج امبلمنتيشن، شو نحن كتمريض شو بنساوي لمريض ما مش قادر انه ينام، او اي واحد الطاقم الطبي او الصحي شو بنعمل للمريض انه لا يقدر ينام. والحاجة بنشجع على النوم، يعني فترة الوقت انه فترة وقت النوم انه خلص. هون القسم بنتركه هادئ، هون القسم يعني قديش في بنحاول نعمل اجواء انه ايش اجى وقت النوم، هذا مسؤوليتنا انه ما نترك القسم مثلا انه في فوضى، انه وقت نوم بالذات في اقسام كبار السن او مثل اقسام الباطنة، لكن مثلا من بعد العشرة خلص الضوء بتنطفي، القسم هادي، فقط التعقيم بيكون شغلنا كممرضين او دكاترة او اخصائيين بنعقب على المرضى اذا مريض حالته ساءت. تمام، بيهمني انه اشجع المرضى على النوم، سليب بروموتينج، مينتيننج سليب ريتوالز، يعني نحافظ على طقوس النوم. مثلا بعض المرضى بده يكون الضوء مطفي، بعض المرضى بيكون لك عن ضوء خفيف بالشكل هذا. الشيء الثاني بدنا ننصح المرضى reducing intake of stimulating chemicals، مثلا في بعض المواد او بعض المشروبات انها بتحفز انه الواحد يضل صاحي او مستيقظ، انه نشجع المرضى على يخففوا من هاي المواد او المشروبات. كذلك انه اثناء النهار نشجع المرضى، اللي بيقدر المريض انه يعمل اكسرسايز نشجعه يعمل اكسرسايز. كذلك نعمل ريجولار سكاجوال، يعني جدول منتظم لساعة النوم وساعة الاستيقاظ. الحاجة الثانية بنشجع المرضى على الريلاكسيشن. بعض المرضى ممكن انه كل الاهل انه بيعملوا لهم مساج، وهذا من الشغلات. في بعض المرضى بقول لك مع المساج بنام، انه نطلب من اهل انه يعملوا له، اهله للمريض انه يعملوا له المساج. هنا نيجي على نقطة ثانية، هون السيفتي. السيفتي من اهم الشغلات اللي ننتبه لها اثناء وجود المريض عندنا في القسم. كذلك السيفتي لإلي انا كممرض او اي شخص أخصائي، بدي أحمي حالي أحمي مرضاي، ولا مش صح؟ فنقطة مهمة مهمة من الشغلات المهمة، بيهمني إنه المرضى اللي بيجوني على الأقسام يكون عندهم بالقسم، ممكن إنه المريض يوقع، ممكن إنه المريض يوقع وينجرح أو يصير عنده كسر، خاصة المرضى اللي بس بكون نايم لفترة طويلة في البيت في التخت تبعه سبب عملية، وأجا يوقف بعد مثلا بعد يومين ثلاثة أربعة من نومه على السرير، أجا يوقف فوقف مرة واحدة. فهدول المرضى بصير عندهم دوخة أو هبوط ضغط مرة واحدة، بنسميه postural hypotension.
هبوط الضغط بسبب إيش؟ تغير الوضعية. أنا مثلاً أكون نايم فترة طويلة من الوقت وأجي وأوقف مرة واحدة بحس بدوخة ولا مش صح. كذلك بصير مع المرض. فتصور المريض إنه نايم له 3 4 أيام وحتى أكثر فيه، ويجي إذا وقف يوقف مرة واحدة، فهون المريض بدوخ وبوقع. فوقعته هاي ممكن يصير فيها كسر، ممكن فيها جرح للمريض. طب ليش نحن ندخل المريض في مشكلة جديدة؟ وخاصة المرضى اللي بصير معهم زي هيك حالة بعد العملية. ممكن بعد العملية لأول مرة يوقف بتلاقيه بيعيش هاي اللحظة. فنحن شو بنساوي؟ إنه بدنا ننبه للمريض إنه نقعده، يشربوا كاسة مية إذا كان المريض بيقدر يشرب أو مسموح له يشرب. كذلك نطلب من أهله إنه يمسكوه من طرف، أنا أمسكه من الطرف الثاني، ونشجع المريض على الوقوف شوي شوي بالبطيء. نسأل المريض في دوخة؟ إذا قلنا في دوخة لما نوقفه، بنعود نرجعه على إيش؟ على السرير. ما في دوخة، تمام، بنخليه يوقف شوي شوي، وقف تمام، بعد شوي بنشجع المريض على إيش؟ بداية المشي. وهاي الشغلة بنسويها لجميع المرضى ما بعد العملية. بعد العمليات أغلب المرضى لازم يمشوا، فنحن ما فينا كممرض أجي لكل لأهل المريض قوموا على المشي. تمام، قوموا على المشي، طب بلكي المريض يوقع، بلكي المريض راح يوقع. فأنا بدي أكون منتبه، أنا المسؤول، أنا المسؤول عن هذا المريض. مش من بعيد يمشي كثير كثير، لا، ده كلهم يوقفوه قدامي وأمسكه. انتبهنا؟ لأنه هذا المريض تحت مسؤوليتي. ما دام دخل المريض عندي بالقسم، ليش يعيش مشاكل؟ ليش يعيش مشاكل؟ أنا لما باجي أعطي العلاج لأم الطفل الموجود خاصة في أقسام الأطفال، إنه أعلم كيف طريقة إعطاء العلاج لأمه للطفل، إنه هذا العلاج بنعطى عن طريق الأم التم، هذا العلاج بنعطى عن طريق مثلاً البرهم أو الكريم على الجسم، هذا العلاج مثلا بنعطى للمريضة مثلا بنعطى عن طريق تحاميل. بدي أعلمهم للمرضى تبعيني. ليش؟ لأنه ممكن المريض ياخذ العلاج بشكل خاطئ، يا إما هالعلاج يسبب له آلام أو يسبب له مشاكل، كذلك في نفس الوقت إنه المريض ما يستفيدش منه. ممكن انه تحميل مثلا التحاميل انه المريض ام المريضه او المريض او اهل المريض يعطوها للمريض بشكل خاطئ. فانا وين شغلي؟ وين دوري؟ بدي اعلمهم للمرضى. انت بتعرف، انا بعرف، بس المريض هذا ما بيعرف، حتى لو عارف بعيد له اياها كمان. المرضى بيحتاجوا لاهتمام، المرضى بيحتاجوا مني للانتباه، المرضى قديش أنا بهتم بمرضاي، قديش المريض بيكون إنه ممنون مني. اتفقنا؟ في عنا حسب العمر age related safety factor. حسب الأعمار، أنا لما بكون بشتغل في الأقسام في قسم الاستقبال على سبيل المثال، أتوقع إنه بعض الحالات تجيني حسب العمر. طبعا هاي منه قاعدة أو هاد، بس إيش في المرجح، أو إنه بصير مع هذا العمر كذا، أو بصير مع هذا العمر كذا، أو بصير مع هذا العمر كذا من حوادث. لكن هذا بمنعش إنه إيش في عمر مثلا كبير يصير حادث طفل صغير. ما علينا، نكمل الدرس. هون انا فحسب هاي النقاط ممكن اتوقع حدوث لمرضى او لاطفال او لاشخاص بعض الحوادث وامنعها، وهذا احسن شيء بكون انه امنع المشكله قبل حدوثها. وهذا من اهم النظريات واهم النقاط المهمه
اللي بيرتكز عليها منا، وهذا الشيء ذكرناه في أول إيش محاضرة. أول حاجة الإنفنت الرضع، في أغلب الحالات الرضع بتركوهم بالسيارات، إنه ممكن إنه ينترك بالسيارة وينتسى وبموت تختنق، أو من شوب السيارة أو من حر السيارة، أو ممكن إنه ما يتم وضع الطفل الإنفنت في المقعد اللي مخصص لإله، بكون في مقعد مخصص للرضع إنه بيتم وضعه بالسيارة، فهون ممكن إنه يصير حادث وإيش وهذا الطفل أو الرضيع يتضرر. نيجي على التودلر، التودلر من 2 لـ3 سنين عمره، هدول التودلر من 2 لـ3 سنين ما بيعرفوا حاجة، في عندهم شغلة إنه كل شيء على تمهم، كل شيء على تمهم، كل شيء. فبتلاقي بالعمر هذا إنه هدول الأطفال بتلاقي عندهم دائما إسهال، ليش؟ لأنه الطفل أي شيء عن الأرض بمسكه بحطه بطنه، ولا مش صح؟ فبتوقع هدول الأطفال إنه فالعمر هذا بيحبوا يستكشفوا، بيحبوا كل شيء إنه يضعوه على تمهم، فبتوقع إنه يصير عندهم مثلا بويزنينج، تسمم، أو فولينج داون، سقوط، أو حروق، بيرن، وهذا بصير، أو إلكتريك شوك، إنهم بيجوا على بريز الكهرباء، بحطوا شغلة في بريز الكهرباء، ممكن غرق يصير عندهم. نيجي على السكول ايج children and adolescent. سكول ايج دائما دائما تلاقيهم الاطفال اللي بعمر المدرسة بتلاقيهم ايش عندهم حوادث نتيجة عن اللعب، ولا مش صح؟ في اغلب الاوقات play related injuries. الادوليسنت المراهقين بتلاقيها نتيجة عن ايش؟ عن السبور، عن الرياضة في أغلب الأوقات، أو عن مثلا حوادث السيارة، أو بالتقييم ممكن، أو بأغلب الوقت عن مثلا مشاجرات ممكن. نيجي على الأدلتس لكبار السن، أو الشباب ما بعد مرحلة المراهقة، إنه بتلاقيهم ما بنتبهوا للسيفتي ايشوز، يعني بتجاهلوا قضايا السلامة، بتلاقيهم عندهم فتيك. ليش؟ لأنه بسبب عمل معين بيجون على المستشفى بفتيك، أو حادث عمل، أو بتلاقيه تعرضوا لمشكلة معينة، أو بتلاقي عندهم مثلا sensory changes، أو بتلاقي انه ما صار عندهم امراض معينه، فبالشكل هذا بيجونا على قسم الاستقبال. بالشكل هاي الحوادث، يعني مو يعني بتقدر تقول انه قسم كبير من الحوادث حسب العمر لخصناها. نيجي على حاجة الأخيرة من الفيتال ساينس، هي قلنا إيش الفيتال ساينس؟ ادولي يعني فايتال ساينس أخذناهن، شو كنا عنهن؟ كنا البلد بريشر، ضغط الدم، تمبريتشر، حرارة، البلس والنبض، الرابعة شو؟ ريسبيراتوري ريت، هي التنفس. الحاجة الخامسة كنا البين، الذاكرين، ناخذ بريك طلاب، نعم أستاذ، ناخذ بريك ولا تمام، ما على راحتك. انتو ايش؟
تمام، ناخذ بريك ونرجع إن شاء الله. تمام، 10 دقائق بريك ونرجع. تمام، نرجع نكمل محاضرتنا. نرجع نكمل محاضرتنا حتى تمام ننهي التفكير اليوم، ما نطول كثير.
نيجي وصلنا للبين، للألم. الألم من الشغلات المهمة اللي لازم أنا أقيمها أثناء وجود المريض عندي. قديش أنا بخفف على المريض البين، قديش أنا بعمل للمريض بروسيجر من غير ألم. هون المريض بيكون ممنون من عملي، هون المريض بيكون إيش، بخف التوتر عنده، بخف الاسترس. في حالة وجود الألم عند المريض هون مشاكل اعتبر. فأنا قديش بقدر إنه أعمل بروسيجر من غير ألم للمريض، بكون نقطة إيجابية. طبعا بده يكون عندي بعض المهارات، عندي بعض السكيلز، المهارات بنسميها، انه اعمل للمريض البروسيجر كمية ألم قليلة. اتفقنا؟ فأنا هون بدي أطور السكيلز تبعتي. كنت ممرض، أخصائي تجميل، أو أخصائي طبيعي، انه كيف أشتغل مع المريض بشكل كثير مريح للمريض. طبعا بالوقت صحيح انه ما البعض منكم ما عمره مسك الابره او هيك، بس مع الوقت راح ايش تتطور هاي المهاره عندكم وتصير كثير كثير ممتازه. طبعا راح ناخذ بالعمليه، كيف راح نعطي حقنه، كيف راح نسحب دم، كيف كل هذا راح اعلمكم اياه، ما يكون عندكم اي خوف منه او اي توتر. استخدام الإبرة، كيف نحمي حالنا من الإبرة بعد استخدامها للمريض، كل هاي الشغلات راح نتعلمها بالعملي، وبعد هيك تستمروا مع دكتور التجميلي. بالنسبة للتمريض راح يستمروا معي بإيش دروس التمريض. شو معنى الألم؟ لما نقول ألم شو معنى؟ The major causes of physical distress among clients. هو السبب الرئيسي اللي بسبب ضيق جسدي عند العملاء أو المرضى أو الزبائن، أو شعور غير محبوب أو غير صار أو غير مرغوب بنسميه الألم. Usually associated with disease or injury. دائما دائما الألم مصحوب بيكون مع الأمراض، مع الجروح، مع التروما، ضربة أو مع الفولينج داون. طبعا ضربة بتيجي معناها، يعني بيكون مصحوب مع الأمراض والجروح. شعور غير مرغوب فيه معنى الألم، أو إحساس غير مرغوب فيه. لو جينا كيف الواحد بيحس بالألم، لا حسب الرسم هون، بلش من عند مثلا على سبيل المثال انه شخص اجى اصبعه على النار وهو مش منتبه، فكيف بحس انه بيتم ارسال اشارة للدماغ، وبعد هيك الدماغ بيرجع بإشارة انه ارفع ايدك من عن هذا المكان، هون في ايش خطر، او في هون ضرر، او في. فلهيك الواحد انه لما يحط ايده على مكان ساخن بشكل لا ارادي انه بيرفعه مرة واحدة. ليش؟ لانه الدماغ، الاعصاب كثير كثير، يعني وقت ما معدود، شبه مع يعني وقت منه معدود، يعني بشكل سريع انه تلاقينا رفعنا ايدنا عن الشيء الساخن. ولا مش صح؟ العمليه بتصير كالتالي، انه بتيجي اشاره من المكان اللي سوى لي ضرر او حرق او سوى لي خطر على الدماغ، الدماغ رد باشاره انه للايد ارتفعي من هذا المكان. فاللي بيصير مع المرضى انه المكان بيكون فيه حرق، أو مثلا المكان اللي بيصير فيه مثلا جروح، أو المكان اللي بيصير فيه التروما، فبشكل متواصل انه بصير انه بسبب انه المكان هذا صار فيه التهاب، صار فيه سويلينج، تورم، انتفاخ، بشكل متواصل بتلاقي انه المريض بيشعر بألم في هذا المكان. طب انا ليش ادخل المريض مثلا في بعض المشاكل؟ قديش بقدر انه احمي المريض، احميه
قديش بقدر انه اخفف عن المريض، بخفف على سبيل المثال بعض الاجراءات، انه مثلا ايده المريض مكسوره نعمل عليها جبس حتى ما تورم ايده من كله ارفعها لفوق. في كثير امثله، انه مثلا انه اشتغل بشكل معقم، غيار الجروح، وراح نتعلم كيف بالعمليه نعمل غيار جروح معقم. كذلك انه لما انه اجي اعمل للمريض اعطي له الانجكشن، اعطي له اياها بالشكل الصحيح في المكان الصحيح، وهذا راح نتعلمه في العملية. بيهمني هون اعمل اسسمنت للبين مثل ما حكينا، اسسمنت للبين انه اسال المريض، انه اساله المريض في قديش نسبة الالم عندك، قديش كمية الالم اللي عندك، وين الالم، اي جهة الالم. هاي الشغلات كلها هي متى بلش الألم، متى بروح الألم، مستمر ولا متقطع، كيف بتحسوا الألم. في بعض المرضى بقول لك مثل السكين اللي بتقطع، في بعض المرضى بقول لك مثل القرص، في بعض المرضى بقول لك مثل الوخز. هاي الشغلات مهمة إنه أكتبها في النيرسينج نوت. بهمني إنه أوصف ألم المريض، يعني نقطة مهمة. الشيء الثاني، لو اطلعنا على الفايتال ساينس مثلا بتلاقي البلس زاد مع الألم، البلد بريشر زاد، والريسبيريشن زاد، ولا مش صح؟ هذا الشيء ذكرناه. الشيء الثاني انه بتلاقي المريض مش مرتاح، انه المريض في ستريس في حالة وجود الألم. اتفقنا؟ فأنا بدي أقيم الألم، بدي أعرف. وكنا الطفل كيف منقيم الألم عنده. الشيء الثاني، كيف أقيم الألم؟ أونست، بسأل متى، بدي أعرف متى البداية الألم بلش، متى انتهى ولا ما انتهى، قديش الكواليتي، الديجري اوف سافرينج، قديش المريض تعبان من هالألم، الكواليتي، انتنسيتي، قديش الشدة تبعت الألم، هو هل هو مايلد مودريت ولا سيفير. هاي مهم الشغلة، إنه نسأل المريض بنقول له كيف الألم عندك، بقول لك خفيف يعني مايل، كيف الألم متوسط يعني مودريت، كيف الألم كثير سيفير بنقول عنه سيفير بين كثير الألم. نحفظهن هدول، لو مثلا بالمستشفى بنستعملهن كثير، إنه المريض كومبلين فروم سيفير بين، ألم شديد أو مودريت بين أو مايل بين، لازم أحدد وين الألم، اللوكيشن، بهمني إني أعرف اللوكيشن، لانه اللوكيشن الوجود الالم هون المشكله. الديوريشن، قديش الالم اللي مستمر، الالم كونتينيوس مستمر ولا انترميديت، انترميتنت متقطع، ولا كل فتره بين الفتره والتانيه بيجي للمريض طبعا الالم. هون في عنا بعض الشغلات ممكن أعرف المريض، إنه بتخليني أحدد المريض إنه عنده ألم. نون فيربال بين انديكيتورز، يعني إيش؟ شغلات بحس فيها أنا أو براقبها بشوفها من غير ما المريض يحكي لي عنها. بدي أعرف إنه المريض اللي عندي موجود بالقسم إنه متألم، وبدي أعرف وبدي أروح أشوفه. يعني شغلات بتوحي لي انه المريض عنده الم. تلاقي المريض ممكن يكراينج، يصيح او ينين، بتلاقيه المريض وشه حابس، ممكن irritability، ممكن بتلاقيه البوزيشن تبعته على جنب وين الالم تبعه، مثلا على صفحته بتلاقيه حاني حاله على جهة الصفحة، او حاله على جهة اليمين لانه في جهة اليمين في الم، أو ممكن الألم في إيده، تلاقي رافع إيده وظهره محني، يعني أو ماسك حامل إيده بالإيد الثانية لأنه في ألم عنده هون، في كسر عنده، ولا مش صح؟ بتلاقي المريض، أنا لما أجي أقيس له الفيتال ساينس بتلاقيه مرتفع، بتلاقي عنده المريض ريديوس سوشيال انتر اكشن، يعني تفاعل المريض مع الناس اللي حواليه خفيف. ليش؟ ما بضحك، ما بحكي، لأنه عنده ألم. بتلاقيه عنده irritability، بتلاقيه عنده difficulty concentrating، بتلاقي المريض إذا اللي عنده ألم بتلاقيه مش مركز في حاجة غير في ألمه، ولا مش صح؟ بتلاقيه عنده change eating and sleeping habit.
بلاقيه ما بياكل منيح، ما بينام منيح. في عنا آخر حاجة بين مانجمنت تكنيك، يا إما بيكون العلاج، لا علاج الآلام ممكن يكون دراج ثيرابي أو سيرجيكال جراحي. للدراج ثيرابي على سبيل المثال في عنا نان ناركوتيك دراج. مع المرضى بيهمني انه اعرف المسكنات انه هو ناركوتيك ولا نان ناركوتيك. النان ناركوتيك هون يعني المسكنات الغير مخدرة زي الاسبرين، اكامول، سيتامول، باراسيتامول، هدول كلها هيات، بروفين، نان ناركوتيك. ولو رحت على اي صيدلية او اي دكان فيك تشتريه. لكن الناركوتيك هو المخدر، هو مخدرات رسمه، مخدر مخدرات رسمه بسموها المورفين او البيتادين، او مشهور باسم مورفين، هو مخدر. هذا المخدر او المسكن بيعطوه للمرضى بعد العمليات الكبيرة، بيعطوه للمرضى اللي عندهم كانسر بتحسوا بألم شديد. هذا العلاج بيتم صرفه إلا عن طريق روشتة الدكتور، اثنين من الممرضين بيعطوه، كذلك العبوة الفاضية بنرجعها لإيش؟ للصيدلية، ولازم نرجعها للصيدلية. كذلك إنه هذا العلاج المخدر بالأقسام، كل قسم في مثلا فيال، عفوا امبولات بتكون موجوده، انا بسلمها للممرض اللي بعده، او اذا استعملت بكتب استعملنا، والعبوه الفاضيه بنرجعها للصيدليه عشان تجينا بدالها. الشيء الثاني انهم لازم هيكونوا هدول محميين، ما حدا لانه في بعض الاشخاص بسرقوهم وبيستخدموهم لأنه مخدرات، فبدنا احنا بدنا نكون منتبهين إذا اشتغلنا في الأقسام إنه كل شفت أروح أعمل كنترول أو تشيك على هدول الأدوية، إنه مثلا 5 أمبولات موجودات لازم يكون، لازم بس تلمش القسم إلا لوجود 5 أمبولات. في حالة نقص أمبول بقول وين هذول الأمبول الناقص، لمين استخدمتوه، في حالة إنه ما تم تثبيت لمين استخدموه من المرضى، هون أنا ما بستلمش ولازم أبلغ الإدارة بالمستشفى لأنه هاي مشكلة، لأنه بنعتبره هدول الشغلات مخدرات، ما في أي واحد ياخذها إلا تحت إشراف طبي. وطبعا هاي مسؤولية، وهذا نحن مسؤولين عن هاي الشغلات، بدناش حدا يسرق منا الدواء من قسمنا واحنا مشترينا نحن. اتفقنا. الشيء الثاني المناهج الجراحية هي ايش؟ العمليات، في بعض العمليات انه بعض المرضى بكون بيعملوا لهم بعض العمليات انه تخفف عنهم الالام، او مثلا انه على سبيل المثال انه ممكن انه يتم ازالة عصب من مكان معين، على سبيل المثال لما نروح نعمل حشوة طاحونة او سن مسبب لنا آلام كبيرة، بيقولوا لنا بدنا نشيل كل عصب، ولا مش صح؟ ليش؟ عشان يقضوا على الآلام في هاي المنطقة من هاي السن. أو ممكن إنه مثلا في هنيك كتلة أو شيء معين مسبب للمريض آلام بتم استئصاله بالشكل هذا. بالشكل هذا اليوم خلصنا محاضرتنا بدري لأنه المحاضرة صغيرة ساعة. كل واحد من الموجودين عندي يبعث لي اسمه على الخاص وتاريخ اليوم وشو التخصص تبعه. الشيء الثاني بكرة راح يكون برضك عندنا محاضرة، الأسبوع الجاي ممكن يكون عندنا امتحان يوم الأحد النصفة. الله يعافيكم. في حدا عنده أي سؤال؟ راح دكتور، أخبرك. الامتحان راح يكون الامتحان الأسبوع الجاي.
احتمال الأسبوع الجاي يكون امتحان يوم الأحد أونلاين راح يكون. تمام ان شاء الله. اللي بدرس واللي بيحضر معي محاضراتي ما يعني مو من المحاضرة للامتحان. شكرا لكم، يعطيكم العافية، بكرة نشوفكم.